السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. وأخيرا صدرت لعبة العالم مفتوح الأنمي المنتظرة بشدة داونلاندز. اللعبة صراحة رائعة جدا، وهي نسخة تشبه كثيرا لعبة زيلدا. شاهد العالم الكبير الخاص باللعبة. الآن سأقوم بفتح هذا الصندوق أعتقد. أوبن تشيك أوت. جيد، سأقوم الآن بزيادة في الصوت. شاهد هذا العالم كبير أصدقائي، عالم ضخم. إذا شاهدتم بعد التشويش ذلك راجع تطبيق التصوير فقط، والله تطبيق التصوير، لكن اللعبة بها جرافيكس عالي ممتاز. ثم راح يمكن الزيادة في جرافيكس هنا، هنا يمكن الإعدادات، هنا الجرافيكس أعتقد. الفريم ريت سأقوم باختيار 60، الكواليتي هاي، الريزولوشن سأقوم باختيار 960. هاي 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 كل شيء جيد أعتقد، ممتاز. الآن سأقوم بالخروج. FPS أصبح جيد. الجرافيكس أصدقائي ما أدري غزال رقم السيارة سأرى. بس تطلع غزال هذا نقوم بالراميت يوز. أخذنا هذا اللحم. اللعبة كما تشاهدون لعبة عالم مفتوح والسيرفايفل. أهرب الخنزير. هناك أيضا العديد من الأسلحة يمكنك الحصول عليها. حصان